افتتح معرض فرانسيس والسلطان تحت عنوان لقاء على الضفة الأخرى، ويتضمن صورا عن حقبة لقاء القديس فرانسيس الأسيزي والسلطان الكامل الأيوبي، وصورا من العصر الحديث جسدت الحوار لأجل السلام والخير، وذلك في كنيسة السيدة العذراء أم زنار بحمص القديمة. معرض فرانسيس والسلطان هو برعاية الرهبان الفرنسيسكان وبرعاية وزارة الثقافة، مشكورة. هو بيتضمن 20 لوحة بيحكوا عن حقبة زمنية حصلت بعام 1219، لقاء بين السلطان الكامل الأيوبي والقديس فرانسيس الأسيزي، بيلتقوا بوقت كان في حروب كتيرة. بالرغم من هيدي الحروب قدروا يقعدوا مع بعض ويتحاوروا ووصلوا لمجموعة من الاتفاقيات سارية مفعولة لهلأ، مثل حراسة الأراضي المقدسة، بالإضافة لمجموعة لقاءات حصلت بالعصر الحديث كمان بتجسد نفس المحور اللي هو الحوار. المعرض اللي اليوم مقام في كنيسة السيدة العذراء أم الزنار هو تعبير عن وحدة وطنية ما بين أبناء هذا الشعب المبارك بعد كل هالشيء اللي صار ضمن هاي الحرب. نحن ما زلنا موجودين، نحن أبناء الحياة، نحن عم نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار اللي ضحوا من أجل نبقى نحن موجودين. سلام وخير هي جملة اللي ابتدى فيها اللقاء ما بين القديس فرانسيس الأسيزي والملك كامل الدين الأيوبي. هي جملة اللي هي شعارنا بهذا المعرض، لنحن نكون اليوم قادرين نعم السلام والخير بجميع أراضي سوريا، ونأكد دائما أنه نحن كسوريين مهما عملت فينا الحرب اللي إلى 10 سنين رح نبقى كنا ورح نبقى متعايشين. المعرض يلقي الضوء على فترة تاريخية من تاريخ أرضنا هون، حلو كتير مقاربته مع واقعنا لنسبة أنه الشعب السوري تاريخيا كان حامل لرسالة السلام، وكان قادر دائما أنه يلاقي صيغ للعيش لكل مكوناته. المعرض يسلط الضوء على حقبة تاريخية شكلت أنموذجا للحوار بين الأديان، ويهدف إلى بناء جسور التواصل عبر الحوار الذي يمهد طريق السلام. الأخبارية السورية، أسامة ديوب، حمص.